وللحديث عن هذا الملف ينضم إلي رأفت أبو عايش الناشط السياسي من منطقة النقب. مساء الخير أستاذ رأفت، هل مع هذه الخطوة تشعرون أن هنالك تغيير في السياسات الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب في منطقة النقب؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. يعني السياق أطول مما يحاول الاحتلال تصديره. لم تتغير أي سياسة بالضرورة. الاعتراف المشروط ومسألة اللي كانت مطروحة على الطاولة كثيرا إن كان باختلاف صورها، بالضرورة خلال الاعتراف بتل عراد المتحدث عنه سيتم، يعني يأتي الاعتراف من باب أصلا التجهيز لبناء مستوطنة كسيف القريبة لتكسيفة، واللي ستضم الآلاف من المستوطنين الجدد إلى النقب وسلسلة المستوطنات الكثيرة اللي أعلنت عنها أيالة شكيت سابقا. فيعني يعطى شيء ويتأخذ الكثير من الأشياء من عرب النقب بالضرورة. وأيضا المستوطن أو الاعتراف بتل عراد سيكون من خلال ضم العديد من القرى الغير معترف فيها ونقلهم من أماكن سكناهم والعائلات الموجودة في قرى النقب على أرضها الأصلية إلى هذه القرية. نعم. وبالضرورة يعني محاولة إن كانت قريبة، إن كانت تسمى باعتراف، لكن هي محاولة لصناعة فقر جديد، لصناعة معاناة جديدة مختلفة بشكلها، ولإعطاء الشرعية لبناء مستوطنات جديدة في المنطقة. وعن هذا تحديدا أردت أن أسأل رأفت، يعني من باب إعطاء الشيء وسلب أشياء أخرى، الحكومة اعترفت بثلاث بلدات في منطقة النقب، وعمليا يعني كما صرحت سمحت ببناء 70 متر للأزواج الشابة في بلدات مسلوبة الاعتراف. السؤال يعني هل تطبق هذه الأمور على أرض الواقع، أو باعتقادك هل هناك نية فعليا لتطبيقها؟ يعني فكرة أولا مهم الخوض في فكرة 70 متر. يعني عند سؤال أي إنسان في القرى مسلوبة الاعتراف، حيثية 70 متر كانت موجودة سابقا. يعني الفكرة منها خلال هدم منزل العرسان الجدد أو المتزوجين الجدد يقوم بالضرورة، وهو واقع فرض أهل القرى غير معترف فيها، يقوم ببناء غرفة جديدة ملتصقة ببيت العائلة أو ببيت الأهل اللي سكن فيها، اللي تعادل مساحتها أو منطقة السكن تعادل 70 متر. يعني هذا حيثية كانت موجودة ولا تهدم هذه البيوت سابقا. فسنها أنا أعتقد كان بس مكسب سياسي في وقت للحركة الإسلامية الجنوبية، اللي يعني من ناحية تنفيذية كان موجود قبل وما في له أسبقية في هذه المرحلة، ولا أعتقد قديش مهم. يعني ما زالت أوامر هدم توزع على الناس على بيوت على الأقل من 70 متر كمان اللي موجودة في النقب. هذه الأولى. الثاني الاعتراف بالبلدات الثلاث، بالضرورة عند الخوض في التفاصيل، وتحدثنا سابقا في هذه المسألة، يعني التفاصيل تهجيرية بالدرجة الأولى وليس اعتراف بالمكان، وتهجير للناس من أراضيها الأصلية، محاولة لضم 3 أو 4 قرى موجودة حوالين قرية عبدة إلى قرية عبدة. يعني الناس لن تستفيد من هذا الأمر، ستتحول أو ستعود نموذج بناء تل السبع اللي تحولت لبلدة فقر وبلدة عنف بسبب سلب الناس أراضيها وتغيير شكل حياتها وفرض واقع مختلف اللي تحدثوا عنه قبل في خلال التقرير السابق، تبع أوتيلات للنوم فقط وحياة فقر فقط للنوم ما فيها مقومات حياة، من جديد في تل عراد وفي عبدة وفي خشم زنة وفي غيرها. إذن هذا هو الواقع في النقب. ويعني ربما بسؤال أخير وباقتضاب بإذنك رأفت، كيف يمكن تغيير هذا الواقع الصارخ الذي يعيشه أهل النقب؟ يعني هل تأملون أصلا بأنه الحكومة ستقوم بفعل أو بخطوات فعلية لتغيير هذا الواقع كما تصرح على الأقل؟ يعني في الآخر معركة عرب النقب هي جزء من المعركة الفلسطينية الكاملة لتقرير المصير، وصفحة من سلسلة الملاحقة ضد كل ما هو عربي وكل ما هو فلسطيني. التغيير لن يأتي بتجديد سياسات أو بتغيير حكومات. نعم. أو نعم التغيير تفضل. لن يأتي، آسف تفضل نسمعك. التغيير لن يأتي بتغيير سياسات أو بتغيير حكومات أو بمحاولة الإضافة للعمل السياسي الإسرائيلي، وهذا ما التمسناه سابقا، إنما هو يعني فقط توجيه غير صحيح في اتجاه غير صحيح. والنضال الوحيد في النقب وفي كل مناطق فلسطين التاريخية وضد الصهيونية جملة وتفصيلة، وضد القمع والفاشية اللي موجودة وممارسة عليها. نعم. وضد الاحتلال بكل أشكال إن كان في النقب أو في الضفة الغربية وفي غزة. ونحن بدورنا نستمر بتسليط الضوء على كافة القضايا المتعلقة بمنطقة النقب. نشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي من النقب رأفت أبو عايش.